عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم في موضوع عن الاسلوب الفاشل في التسويق والترويج والدعاية. انا عندي مثلا على فكرة الفيديو ده مفيد جدا ليك لو انت عايز يعني تتعلم بعض اخطاء، لو عندك منتج او سلعة عايز تبيعها الى اخره، يعني فهينفعك جدا. يعني الفيديو ده انا مش رايح اتريق على حد او اسخر من حد، ولكن هدفي اعلم حد او اعلمك او اعلم اي مشاهد عشان توصل الملايين، ولا راح اسخر من بعض الناس. يعني خد الحلو يا عم في الفيديو ده واستفاد بيه وسامحني ان غلطت فيك، سامحني يعني حاجة لوجه الله، يعني سامحني ان راح اديك معلومة تنفعك. يعني المهم نخش بقى في موضوع. اذا كنت معاك مؤهل ابتدائي اخرج جبت 5 ابتدائي، انا اسف يعني، فلو المشروع بتاعك ناجح واساليب التسويق بتاعتك والترويج كلها ناجحه، مش هتتخطى المليون جنيه. اي نعم ده مبلغ حلو ليك، ولكن اذا نظرت الى شريحه اعلى، انا عايز 10 مليون جنيه، عايز 100 مليون جنيه، عايز 100 مليار جنيه، عشان اوصل السلالم العاليه دي، لا ده في موضوع تاني لازم تدرسه بعيد عن دراسة المشروع بتاعك اللي هو ايه. خلينا نكمل لكم بس موضوع. اذا كنت معاك مؤهل متوسط، فلو اذا تبعت الاساليب الصحيحة، فاخر اخر ارباح ممكن توصل لك مشروعك 10 مليون جنيه. او والله اذا معاك مؤهل عالي عالي عادي هتوصل مثلا 100 مليون جنيه لو مشروعك ناجح. واذا كان معاك مؤهل فوق عالي زي ماجستير ودكتوراه وتابعت الاساليب الصحيحه في تسويق المشروع بتاعك، هتوصل لمليارات ومليارات المليارات. ده في سر كبير جدا انا عايز اقول لكم عن السر ده، لو انتوا عايزين تنجحوا فعلا. طب انت تقول لي طب انا ايه ربنا، طب انا ايه ذنبي لان ما عرفتش اخش الجامعه؟ طب ايه ذنبي لان ما خدتش مؤهل دراسه؟ طب انا ايه ذنبي لان معايا 5 ابتدائي وما عرفتش اخش ولا مدرسه ولا جامعه ولا حاجه، بس الحمد لله مشروعي ميسر. انا ليه الطبقه بتاعتي اصبحت محدوده جدا ودخلي ما بيزيدش عن مليون جنيه في السنه؟ انا اقول لك هي موضوع مش شهاده، لكن موضوع اساليب من مجتمع جديد انت ما اتعلمتهاش. فانت لو ما اتعلمتش الاساليب من مجتمع جديد ده، فمش هتقدر تتخطى الناس الكبيرة قوي هما في اي بي، وخاصة الاجانب. مثلا انت اذا اختلفت مع واحد هتقول له ايه انت يا عم يا عم، مش هتعمله كده ولا لا؟ طب انت لو وقفت عايز تعمل بيزنس مع واحد اجنبي، لو شافك بالمنظر ده كده اقول لك يا عم، اقول لك ايه، مش اقول لك يا عم، اقول لك انا اسف جدا اتصلت بحضرتك، هنتصل بك هنشوف الرسالة بتاعتك وانا بنرد عليك، وهينفض لك، ياخد الرساله بتاعتك ويرميها في الزباله عشان تقول ايه يا عم. فكلمه يا عم انت ما خدتش بالك الناس الفي اي بي دي عشان تخاطبها كلمها باللغه بتاعتها، مش اللغه البشريه، لغه الاسلوب نفسها. فدي مش هتقدر تتعلمها ولا حتى في مدرسه ولا حتى في الجامعه، دي حقيقه مش هتقدر تتعلمها الا لما تعمل ماجستير ودكتوراه. وفي طريقه تانية كمان اللي هي ايه، اساليب التنميه البشريه او الاقناع او الاقناع البشري. يعني ايه اساليب التنميه البشريه واجيبها منين دي؟ اساليب التنميه البشريه او المهارات الخاصه بالبرمجه اللغويه والعصبيه فيها دروس كتير جدا، فيديوهات كتير، محاضرات فيها كتير، محاضرات عاليه كتير جدا على اليوتيوب، واشهر المحاضرين اتكلموا فيها دكتور ابراهيم فقي. فانت لو سمعت محاضرات على التنميه البشريه هتتعلم اساليب الفي اي بي حتى لو معكش الدبلوم، حتى لو معكش مؤهل متوسط. فبطريقتك هتقدر تخدع الرجل الاعمال عندك وتحسسه انك في اي بي زيه بالظبط، فبالتالي هيرحب بيك هيفتح ليك سكه وهتقدر تستثمر منها ارقام كبيره جدا جدا جدا. يعني مثلا هقول لكم مثال، انت اخرك بتجيب متاكل صغير، ولاعه صغيره بالمنظر ده مثلا، والله الولاعه دي هم اختاروا حاجه جديده، بس اللي اختار حاجه جديده دي مثلا رجل اعمال كبير، او بداوا ينتجوا منتج جديده وده عليه عرض في السوق اكتر من مثلا ولاعه صغيره. يعني ولاعه كبيره دي عليها عرض في السوق اكتر من ايه، من ولاعه صغيره دي. فانت مصلحتك تبيع من ده احسن ما تبيع من ولاعه دي. فانت عشان تخاطب الراجل بينتج ده فلازم تتبع الاسلوب بتاعه او بيتكلم بيه.
فلو انت ما دخلتش ما عملتش ماجستير ودكتوراه وما خططتش مع الدكاتره اللي بيعملوا معاك مراجعات وابحاث علميه والحاجات دي كلها وما تعلمتش منهم اساليب الذوق والرق والحاجات دي كلها تمام، فانت عندك مراجع التنميه البشريه، ارجع للتنميه البشريه فانت تتعلم احسن من دكتور في الجامعه نفسه بمليون مره، وتقدر تخاطب مع اعلى رجال اعمال في العالم وتعرف اساليب الكلام معاهم بيكون شكله عامل ازاي، واذا بس احنا اصبح ناس متساويه حتى لو معكش اي مهمه. بس دي سر اسرار انت عايز توصل ليفل انت تلعب بالمليارات او مليارات المليارات. اغنى اغنياء العالم نوعين اتنين بس، النوع الاول هو فعلا ناس معاهم ماجستير ودكتوراه، ونوع تاني اتبعوا الاساليب التنميه البشريه. زي مين؟ عندك بيل جيتس. راجل بيل جيتس ده معهوش مؤهل جامعي حتى، يعني هو اخد هو داخل كليه حقوق وما خدش كمان كليه حقوق. تخيل ده رقم واحد في العالم عشان تبع تنميه بشريه بس. تعرف يعني ايه تبع تنميه بشريه؟ يعني قادر تنميه بشريه في حاجه يعني اسلوب اقناع، اقدر اقنعك ان الولاعه دي بتطير في الهواء، ما بتطيرش في الهواء كذبه. زي بيل جيتس ضحك علينا قال لنا الكمبيوتر ده ومش عارف ايه وايه وايه، ضحك على العالم كله بس ضحكه ليها ليها مزاج. وعملوا حاجه اسمها ايه؟ الويندوز. فاول ويندوز نزل 95 بس استخدم التنميه البشريه عشان يقدر يخدع العالم، مش يخدع في اي بي لا، يخدع العالم ويخاطب ناس بعقولهم عشان ناس يستخدموا الويندوز بتاعه. وتفرج على بيل جيتس ولا تتفرج على ستيف جوبز وكل دول الشخصيات، ولا ستيف جوبز ولا بيل جيتس ولا صاحب موقع علي بابا اللي هو من ضمن الاغنياء جدا في العالم، ولا حتى بتاع فيسبوك اسمه مارك، الناس دي كلها ولا معاها ماجستير ولا دكتوراه، وهم يعتبروا مسيطرين على الكره الارضيه من الاخر كده الا فيسبوك كده. بس في ناس برضو نفس الديفل ومعاها ماجستير ودكتوراه بس هي مش اساسي قوي. الاساسي وركز فيه التنميه البشريه او البرمجه اللغويه البشريه، ودي دروس فيها كتير جدا على الانترنت. اخد شيء واكمل لكم المحاضره. هقول لكم بعض الامثله على اساليب ناجحه. انا بكلم الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لدينا سلعه بسعر كذا كذا كذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبكش خلاص. كتر الكلام الرغي اللتني بتاع الزبون حتى لو دي ليها قيمه مش هشتري منك. ما تكلمش مع الزبون كتير، مجرد تعرض منتج ومواصفاته بس. تعرف يعني كده بس؟ عايز تحطها في فيديو، فيديو ورا خلفيه حلوه زي انا عملتها في الموسيقى الرياضيه بتاع، لو انت بتوصل الفيديو ده للناس دي عشان يشتروا السلعه بتاعتك دي. عايز تبيع في الاوتوبيس، ما تقولش اللي ياخد ولاعه اخد ورقتين، طب صلي بيها على النبي، او اشتريت 10 ولاعات هتاخد 100 فوقيها وانت يعني الناس دي انا عارف هي بتخسر، والله انا مؤمن جدا هي بتخسر. يوم ما بديها في قرش ولا حاجه والله مجرد كصدقه بس مش اكتر، بقى مجرد تعاطف كاخويا مثلا محتاج قرش، اخويا واختي محتاج قرش فبديها. فانا اسف جدا، انت لو عايز توصل شريحه تلعب بالملايين والمليارات اوعى تضع عن نفسك في شريحه التسول. حتى لو هتعتمد على التسول انا اسف، وانا مش قصدي اشتمك، انا قصدي انا انصح اخويا بقولكش روح تسول قدام الناس. انت مش شاري دي بفلوس ب10 جنيه؟ هتبيعها ب11 جنيه، انت كده بتشحت بالناس عشان يشتروها منك بالعافيه؟ انت كده بتتسول منهم يا ابني، حرام عليك نفسك. بيعها اشتريتها ب10 جنيه بيعها ب11 جنيه، ما تعملش زي اخوك لما كنت صغير من زمان. انا كنت من زمان بس كنت صغير، كنت في ثالثه اعدادي، كنت ببيع بيبسي كوكا كولا في الهرم، فمش لاقي حد يشتري مني، جبت حاجه ب10 جنيه، فكنت معتمد واحده بيعها بدولار، في اخوه تلاقي ازازتين بدولار، في اخوه تلاقي ازاز بدولار، محدش عايز يشتري اصلا. فانا كان قعدت يومين بالظبط 3 سنين ببيع في بيبسي وحاجات في الهرم، فما حدش عايز يشتري. في اخر ما زهقت شربت بيبسي كله لوحدي. وده الفشل. اولا لغه الناس ما كنتش عارف اتكلمهم، المفروض الامريكان يتكلموا انجليزي والفرنسي يتكلموا فرنساوي، والناس اصلا بتبيع هناك دي عارفه اللغات دي كلها اللي هي مستمره. كلمه استمرار او مازال خط احمر. انا مشكلتي ان انا مستمرتش، فقعدت يومين او 3 ايام بالظبط بحاول وفشلت، فسستمت وشفت نفسي كله وروحت.
فالناس هناك اللي قاعده في المنطقه اللي هم دي استمروا كتير فتعلموا لغات كتير وعرفوا ده امريكاني يكلموا امريكاني، ده فرنسي يكلموا فرنسي، فقدروا يروجوا السلعه بتاعتهم البيبسي حتى الميه المعدنيه اللي كانوا بيبيعوها احيانا مش ميه معدنيه بس بيقنعوهم ان هي ميه معدنيه وهي اصلا مش ميه معدنيه. مش كلهم انا اسف عشان ما اقطعش رزق حد، والله ما كلهم، ناس قليله جدا او بعضهم يعني. المهم فقدر يقنع الراجل كلمه باللغه بتاعته، هو فرنسي ما بيعرفش غير فرنسي، فكلمه باللغه الفرنسي وكلمه باسلوب كويس رغم هو ما درسش التنميه البشريه ولا شاف اليوتيوب، بس اتعلم من ذوق منين؟ ان هو بقابل اجانب فشاف اسلوب الذوق بتاعهم فتعلم منهم فبقى واحد منهم، فعارف ازاي خد بيع ويشتري. انا بقى في الفتره دي ما عرفتش اتعلم كل ده لان انا ما استمرتش. انت حتى لو بتبيع السلعه دي في الاتوبيس استمر، بس اوعى تتنازل عن قرش حقك عشان تعرف تعيش. انت كده معتمد فعلا على التسول، عايز لو انت مبسوط على التسول ده خلاص، لو انت مش مبسوط على التسول ده كله وعايز تعلى، اصلا انت لو حققت مثلا من خلال دي كلها وحققت مكسب جنيه جبتها ب 10 جنيه وبعتها ب 11 جنيه وجالك مكسب جنيه مع 100 شخص جالك 100 جنيه في اليوم تمام، بس هتتعب حاجه اهم حاجه استمرار. ما تقولش اه هشتغل مثلا الف في مترو 5 ساعات 3 ساعات واروح البيت، اشتغل 12 ساعه 13 ساعه لغايه ما توصل الهدف بتاعك، والله 14 ساعه تمام. المهم تستمر وخد وقت طويل واوعى تتنازل عن قرش حاجه جبتها ب 10 جنيه بيعها اضعف الايمان ب 11 12 13 اعلى ما تنزلش. لو انت شفت المكسب ليك دي هتشجعك وهتدي لك حافز انك تبيع اكتر، كمان مش هيجيلك نفس اصلا تروح تنام، انت لقيت في ناس زباين بتاخد تشتري وفي مكسب وفي في حاجه نجاح بتحصل، جبتها ب 10 جنيه بعتها ب 11 جنيه حاجه جميله جدا، ولقيت لك نفسك بتعمل لك في اليوم مثلا بتاع 30 40 جنيه، ولقيت لك في الشهر بتعمل لك في 3000 4000 جنيه، لقيت مصاريفك بتاعتك كلها على الحاجات دي كلها ناقص الحاجه المصاريف الشخصيه والحاجات دي كلها الى اخره، وصافي الربح بتاعك بتحاول 2000 جنيه، حوش ال 2000 جنيه يا اخي لمده سنه هتلاقي نفسك بتفتح كشك. كبرت شويه في خلال السنه الثانيه هتلاقي نفسك فتحت محل، السنه الثالثه تمام فتحت سلسله بدات تعمل بدات تشغل واحد وتديله اجر وبتاع، فبدات تمشي معاك واحده واحده واحده. طب انت حبيت تستورد بدل ما يجي لك تاجر جمله ويبيع لك الحاجه دي كلها، طب انا ما اكونش كان تاجر جمله ليه واروح استورد من الصين بدل هو ما يستورد من الصين ويروح يبيع لي في السلسله بتاعتي، شوف السلسله بتاعتي ما اروح انا الصين. بس انت رحت الصين اقول لك روح، انت شفت كلامك انت بتتكلم ازاي، انت اخرك تتكلم مع التاجر بيبيع لك ده، لكن تتكلم مع ناس في الصين وفي روسيا وفي اوروبا وفي امريكا انت يا عم اقول لك روح يا حبيبي، الناس دي مش عايزه تنزل عايزه تعلى. فانت لو مش عارف تبقى في المستوى بتاعهم اتعلم برمجه لغويه بشريه، وصلت الفي اي بي ده انت لو عايز تلعب بالملايين او بالمليارات، لو عايز تلعب مليارات اتبع الناس دي، ما تقولش اصل الناس طبقات مش طبقات وحرام وربنا عمل فيها كده، الانسان هو بيعمل في نفسه كده من الاخر كده. انا بنصحك بوجه الله اذا كنت عايز تلعب بالمليارات او ملايين او مليارات المليارات اتبع الناس اللي هي معاها المليارات المليارات، اتبع الاسلوب بتاعتهم وخاطبهم بنفس الاسلوب بتاعهم عشان يفتحوا معاك بيزنس، يطلعوا لك حاجه جديده تبيعها، يشتروا منك بضاعه، اشتريت من ده وبعت من ده. يا راجل انت لو اشتغلت تسويق في على النت وقلت مطلوب فيلا، لقيت كتبت مثلا على فيسبوك او على جوجل مطلوب فيلا، هتلاقي ناس او عندهم فيلا عايزين يبيعوها، وكتبت برضو عملت بحث قلت مطلوب شراء فيلا، انا اسف، هتلاقي في ناس قاعده تشتري فيلا. طب وعملت اعلان وقلت مطلوب او فيلا للبيع، الله في واحد عايز عنده فيلا بيبيعها، في واحد عايز يبيع فيلا بتاعته وفي واحد عايز يشتريها والاتنين مش متواصلين بعض، ده عايز يبيعها ب 1,200,000 وده عايز يبيعها وده عايز يشتريها مثلا بمليون بس. وانت عرفت تخترع حاجات، يعني مثلا زبون رقم واحد عايز يبيع بمليون و200 وزبون رقم اتنين عايز يشتريها بمليون بس، حاول تكون انت نقطه وسط ما بين الاثنين، تقنع ده وتقنع ده، ده قول يا عم بدل مليون و200 يا عم بخليها مليون و100، مليون و100 خليك حنين مشيها وبكره ربنا يرزقك. اذا وافق الراجل ده يقول يا عم ما جتش على 100 يا عم مليون حلوين وانت تحت في النص ب 100,000 جنيه، بس كل ده هيبوظ منك في حاله واحده بس، لو قلت انت يا عم
اصل الراجل يشتري منك فيلا ده مش معاه، مش سوري الراجل يشتري منك فيلا ده ممكن يكون راجل محترم دكتور في الجامعه، لما تقول له انت يا عم هقول لك امشي روح ربنا يسهل لك، مش هشتري ولا بيع. حتى البايع يعني ممكن تقابل ضابط في الجيش، ضابط في الشرطه، مهندس، دكتور في الجامعه بتاع اي الى اخره، والراجل ده عنده فيلا بتاعته عايز يبيعها. اذا قلت له انا جبت لك مشتري بس قلت له يا عم، كلمه يا عم دي بقول لك ايه الناس البيئه دي، مش هيبيع حاجه. انت بتكلم في اي بي عنده فيلل وعايز يشتري او عايز يبيع تقول له يا عم، في الناس دي بيقول لك اذا ما بتحترمش الشخصيه مين، انا مش هبيع حاجه ولا اشتري حاجه يا عم، اشوف حد سمسار غيرك. شفت اسلوبك في كلامك ده ضيع لك فرصه عظيمه جدا ب 100,000 جنيه في ثانيه، ثانيه ممكن تطلع لك ب 100,000 جنيه لو انت شخص سمسار شقه. انا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم وحياه لا اله الا الله، لما جيت افتح الشركه بتاعتي لقيت واحد، رحت الشركه بتاعت سمسارات، شركة جابت لي عرض جميل جدا جدا جدا، بس لقيت اسلوبه معايا خرب بمعنى الكلمه، رغم العرض اللي بعته ليا في منتهى الجمال، شقه رخيصه ولا حاجه، بس اسلوبه معايا كلام خرا 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 خرا. قلت له انا اسف، طب انا هشوف العروض الثانيه عشان كلامه معايا وحش. ضيعوا زبون ولا لا؟ طب ما ليه ما خاطبنيش بنفس اللغه بتكلمهم يا عم؟ يعني مش بكلمكم باحترام، بكلمهم باحترام. ما انت انا هشوفك تاني في ايه؟ انت بتقول لي لو عملت مش عارف ايه همسك ده انا واحد مش عارف، عامل له حركات كده بقى. انا خفت منه واترعبت، قعدت في مكان وانا عنده في مكتب، والراجل حاطط قاعد في مكتب وحاطط عامل رجليه كده وماسك الشاشه. جاي لك زبون محترم تقابله بالمنظر ده في الشركه بتاعتك، شركه عقارات، اقسم بالله، اقسم بالله العلي العظيم ده حصل بالفعل. انا خفت اللي يقتلوني والله، فانا خايف على نفسي من بالمنظر بالمنظر اللي انا شفته ده. فانت كده صاحب شركه عقارات غبي، ضيعت الزباين بالاسلوب بتاعك ده. مش كل الزباين هتقبل اسلوبك، يعني لو عايز تخاطب عامه خليهم باشك حاجه، اشك حاجه، اشك حاجه عندك. رغيت انا كتير قوي، انا اسف لو طولت، بس حابب ارغي تاني، خايف لا تزهق والله، فممكن اعمل فيديوهات كتير قوي كده. يا رب ربنا لا تاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقه ولنا به، واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سامحوني ان خطأت في الناس واي حد فاذى مني او من الشيطان، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم في الله محمد فايق، السلام عليكم.